بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اخواتي الطلبة الاصغر مني بسنة في الثانوية العامة، ابطال الثانوية. معكم محمد زهرول صالح، طالب في كلية الطب البشري جامعة بنها، فرقة اولى ان شاء الله. الحقيقة ان انا سعيد ان انا اكون في المكان ده دلوقتي، وان انا اكون دلوقتي انتوا قاعدين تتفرجوا، او ان انتوا عايزين تشوفوني او تسمعوا كلام مني، فدي حاجة تشرفني جدا بجد. اول حاجة حبيت اتكلم معاكم فيها اللي هو الثانوية، يعني هي بتبقى سنة فعلا فارقة في حياة الانسان، وهي فعلا بتحطك على طريق هتكمل فيه بقية عمرك، فاللي هو انت مش عايز تسيب اي فرصة ان انت تضيعها، فانت بتعمل كل اللي في مقدورك بجد، فده ممكن يدخلك في شوية تعب او ارهاق او اكتئاب، فدي حاجات موجودة بس احنا نقدر نعالجها ان شاء الله. طبعا عارف ان الفترة اللي انتوا فيها دلوقتي شهر 1 وشهر 2، ومن شهر 12 في ناس كانت بتيجي فيه برضو، والناس بتبدأ تتعب، او اللي هي الناس بتبدأ تقع، يعني ما تفهمش ايه اللي بيحصل في الفترة دي، بس اللي هو بتبقى فعلا دي فترة فارقة في حياة الانسان بجد. يعني كتير منكم دلوقتي، يعني انا برضو ليا زمايلي اصغر مني، اخواتي وناس صحابي كتير، فانا بتعامل معاهم وعارفهم، وبحكم ان انا كنت في الفترة دي برضو في وقت من الاوقات، فكتير من صحابي يقول لي ان احنا في الفترة دي مش بنذاكر، او اللي هو مش فرحانين، او اللي هو حاسين بالانجاز ان احنا بنعمل انجاز واحنا بنذاكر. اللي يقول انا مش عارف استوعب المعلومات، السنة طولت، فده كله كلام، دي مشاكل اكيد بتواجه المعظم منكم. ف يعني انا عايز جاي اطمنكم ان شاء الله ان دي حاجات متوقعة وحاجات موجودة، بس اللي هو اللي هيفرق من شخص للتاني، وشخص مميز من شخص عادي، ان انت هتكمل ولا لا. بس انت هتكمل يبقى تمام. يعني كل الناس هتقع، كل الناس هيجي وقت عليها وبتقع، تمام. انت عملت ايه بقى؟ هل فضلت واقع، ولا ان انت قمت وكملت وقلت لا انا ليا حلمي وعايز ان انا احقق حلمي ده، فانا هعمل كل اللي في مقدوري علشان ما اسيبش اي فرصة للندم خالص. فده اللي هيفرق بين شخص والتاني. فانت هتيجي شهر 1 خلاص، هو ممكن يجي اوت منك، او اللي هو ايه، خلاص انت محتاج فترة ان انت تقعد تراجع مع نفسك، تحسب امورك تاني من الاول وتشوف دنيتك تاني. فانت هتلاقي نفسك مثلا ان انت بتنام كتير عادي، يعني بتنام كتير بس مفيش مشكلة، لكن الفترة اللي انت بتصحى فيها دي بقى تنجزها. يعني انت مثلا نمت في، انا كنت عن نفسي في شهر 1 ده بالذات كنت جيت فعلا في اوقات كنت بنام 14 ساعة او 12 ساعة في اليوم، فاللي هو صباح الفل، في اليوم طار تقريبا، فاضل معاك نص يوم هتعمل فيه ايه؟ هتروح دروسك، فهتاخد حوالي 4 5 ساعات، فاضل معاك 6 ساعات اللي انت صاحي فيهم، تمام. ال6 ساعات دول انت هتقعد تعيط فيهم او تزعل بقى وتقول انا ضيعت اليوم؟ طب ما كده اليوم كله باظ فعلا. ولا انت في ال6 ساعات دول هتقعد تعمل اكبر قدر من الانجاز تقدر عليه؟ هنا اللي هيفرق ما بين شخص عادي وشخص مميز. فانا عن نفسي كنت لما باجي انام كتير جدا كده، كنت بصحى اقول انا مش هزعل، يعني خلاص دي حاجه ما تضايقنيش، انا نمت، فاكيد انا كنت طاقتي كانت خلصانه في الوقت ده، فانا هجمع طاقه، فانا اكيد جمعتها واكيد حصلت على القدر الكافي من الراحه، فهقدر ازود بقى واشتغل على نفسي. فكان فعلا الوقت اللي بصحاه بتبقى خلاص وقت مركز، اللي هو ايه، انا لازم اخلص الكمية دي. برضو حتة تانية عايز اكلمكو عليها، ودي حاجة مهمة لازم تفرق معاكو برضو، اللي هو انت ما تبصش انت ذاكرت كام ساعة، تمام. يعني دي حاجة مش هتفرق معانا، مش هتفرق خالص، على قد ما تبص انا خلصت قد ايه. يعني انا عمري ما اتعاملت انا ذاكرت النهاردة والله 6 ساعات خلاص كفاية عليا كده، لا، انت هتقول مثلا انا قدامي بابين فيزياء وباب كيمياء وباب احياء، خلاص انت الشهر وهتبدأ فترة المراجعة، فهي امورك بتبقى كده. يعني الكميات دي هتلاقيها بالنسبة لك في الاول ممكن تبقى صعبة شوية، بعد كده بتبقى سهلة ان انت مثلا تذاكر 4 ابواب وتحل عليهم عادي، ده بيبقى عادي، بس ان شاء الله هتتعود ان شاء الله. فاللي هو انت بتبص انا لازم اخلص ده النهاردة، فده
مش هيفرق معاك بقى، ممكن تبص في الساعة مرة واحدة تلاقي نفسك الساعة بقت 4 الفجر، ممكن توصل ان انت تطبق يومين ورا بعض، بس انت بتبقى فرحان من جواك ان انت عملت الانجاز. فاللي هو ما تبصش للوقت عمرك، انت دايما بص على الانجاز اللي انت عملته قد ايه. واوعى في اي وقت من الاوقات ان انت تزعل ان انت ضيعت يوم، تقول لا 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 انا ربنا مش هيجازيني خير، انا تعبت، انا ما تعبتش زي صاحبي، ولا انا ما عملتش اللي عليا، او انا اليوم ده ما ذاكرتش فيه وقعدت العب او خرجت مع اصحابي. لا عادي يعني، انت طبعا انت من جواك مش عايز تأثر، بس اللي هو خلاص ممكن تخرج حاجة عن طاقتك، اللي هو خلاص انا تعبت بجد فعلا، فانا محتاج ان انا اخد يوم بريك. تمام ماشي، بس اللي هو ما تطولش، واللي هو خلي بالك، واللي هو انت لو زعلت على اللي فات فانت مش هتحقق في اللي جاي حاجة، فانت ما استفدناش، احنا كده ما استفدناش. فدايما بص للجانب الحلو، اللي هو الجانب ان انت عايز، ان انت عايز تتفوق، مش عشانك انت بس، مش عشانك. تالتة ثانوي عمرها ما كانت شخص واحد، ولا عمرها كانت مجرد سنة. تالتة ثانوي كانت عبارة عن حصيلة 12 سنة فاتوا انت بتحدد بيهم مستقبلك اللي جاي قدام وهتكمل فيه بقية عمرك، لانها فعلا انت خلاص هي اللي بتحدد لك. دخلت كلية محترمة، دخلت كلية كويسة، دخلت كلية برضو واشتغلت على نفسك فيها، فاللي هي الخامة بتاعتك موجودة ولا مش موجودة، هو ده اللي هيفرق معاك، لان هو ده تعليمك اللي هتكمل بيه بقية حياتك. تالتة ثانوي برضه مش مجرد شخص واقف بيمتحن لوحده قدام ورقة امتحان قعد مستنيها أكتر من 12 شهر أو 10 شهور أيا كانت المدة. لأ، تالتة ثانوي هي شخص قعد يتعب ويسهر الليل ويضحي بسعادة كبيرة أو سعادات ممكن هو شايفها صغيرة، إن هو مش هتفرق معاه دلوقتي، مجرد بس إن هو محتسبها عند ربنا، إن أنا يا رب انا ما خرجتش في الوقت ده مع اصحابي، او ان انا ما اتفسحتش زي الناس، او اللي هو ما قضيتش اجازة، ده كله علشان انا بذاكر وبعمل اللي عليا علشان انت تكافئني. فربنا عمره ما هيأثر معاك، ربنا هيجازيك خير وخير كبير جدا. يعني ما حدش يقدر الخير اللي هيديهولك ربنا ايه، لان ما حدش يقدر يقدره، هو بيبقى حاجة عظيمة جدا. فهو مش بيبقى انت لوحدك، وانت علاقتك بربنا نفسها، حب الخير لغيرك، يعني ان انت مش بس ان انت بتعمل اللي عليك وخلاص، ما تبخلش على صحابك بمعلومة انت عارفها، او ان انت تسهل عن صديق ليك ازمة هو ماشي بيها، ده كله ربنا بيجازيك عليه. برضو اوعى تنسى ان معاك ام بتعمل كل اللي في مقدورها علشانك، امك توفر لك الامكانيات اللي هي انت محتاجها، اوضتك مترتبة، اكلك جاهز، بتتابع معاك المدرسين، طبعا الامهات المصرية يعني بتعمل الشغل ده كتير. برضو ما تنساش ان في اب بيعمل كتير جدا علشانك فعلا، يعني في شغل هو بيشتغله ويعني فعلا بيتعب جامد، بيتعب جدا، ومع ذلك هو مش بيفرق معاه التعب، ولا بيفرق معاه اي حاجة، على قد ان هو يشوف ان هو موفر لك كل حاجة. فده اعتقد ان انت لازم توفر له سعادة، يمشي يبقى فرحان ان هو تعبه ما راحش على الفاضي. يعني انا والله افتكر وانا في ثانوية عامة كان ابويا، انا كنت بقول له عايز الكتب، تمام، يعني كان في مثلا كتب مراجعة محتاج اجيبها او كده، فانا بروح اقول له بابا انا عايز الكتب، فهو مش مستني ان انا اطلب اصلا، يعني هو كان يقول لي كتب ايه، تمام، فانا اقول له انواع الكتب، هو مش بيديني الفلوس علشان انا اروح اجيبها واضيع وقت واخد ساعتين مثلا علشان اروح اجيبها من المكتبة وارجع والمشاوير دي، لا، هو على طول كان تاني يوم الاقيه هو اللي جايبهم لي. فدي حاجة تحتسب طبعا، يعني اللي هو اهلك من حواليك هم مش هيبقوا ضاغطين عليك، تمام، يعني الابهات الصح ان هم مش هيبقوا ضاغطين عليك، بس بيوفروا لك كل حاجة علشان انت تبقى راضي عن نفسك، وهم يبقوا راضيين قدام ربنا ان هم فعلا عملوا اللي عليهم. فعلشان كده دي حاجات كلها لازم تخلي بالك منها. امي دايما كانت بتقول لي حاجة صراحة انا ماشي عليها بالمبدأ ده برضه، وهو مش مهم الناس كلها تتمنى لك النجاح، كفاية ان شخص واحد يؤمن بيك.
يعني ممكن الشخص ده يبقى عيل صغير، او ممكن يبقى شخص كبير، او ممكن يبقى مدرس، ممكن يبقى جدك، ممكن يبقى ابوك نفسه او امك نفسها او اخواتك، يعني اي حد، شخص واحد بس يؤمن بيك ويقول لك انا شايفك حد عظيم جدا، انا شايفك حد مهم، حد جميل، دي حاجات هتدفعك من جواك ان انت تحقق النجاح، مش علشان العالم كله يعترف بيك، لا خالص، انت هتعمل النجاح وهتعمل كل اللي عليك لمجرد ان انت تسعد الشخص ده، او اللي هو ايه، تخليه عند حسن ظنه بيك. فدي حاجات طبعا بتفرق في شخصيتك جدا. يعني انا افتكر برضو في الثانوية، مش هقول ان كل الناس كانوا حلوين معايا، مش هقول ان كل الدنيا كانت حلوة قوي وان احنا كنا ماشيين والدنيا تمام والواد ده دخل طب فهو جامد، لا مفيش الكلام ده. انا لو ما كانش حد امن بيا او حد شافني ان انا هبقى شخص ناجح، انا ما كنتش عملت، ما كنت هجتهد عشان ايه؟ خلاص، يعني انا شايف ان الناس كلها اللي هيبقوا في الوسط اللي معايا بعد كده هم اصلا مش معترفين بيا او بمجهودي، طب انا هجتهد ليه بقى؟ فانا لا، انا غير كده بجد كان عندي مدرس عمري ما انساه خالص، مدرس كيمياء، كان بيحبني فعلا، كان بيوفر لي اللي هو دايما يديني دفعة الامل. كان في مدرسة الاحياء بتاعتي برضو انا كنت بحبها جدا، وكانت دايما معايا، كنت بحسها اكتر من ام. فدول الناس كانوا هما اللي بيحققوا لك النجاح. كان عندك اهلك في البيت برضو اللي هو يكفيك شرف ان هما موفرين لك كل حاجة، دي حاجة انت مش هتحس بقيمتها، يعني ممكن ما تحسش بقيمتها غير في اخر السنة، او ممكن اللي هو يعني انا مش عارف اوصلها لكم ازاي، بس دي حاجة بجد عالية جدا. ان اخوك مثلا، انا اخويا الصغير اللي هو اصغر مني بسنتين، هو في سنة تانية ثانوي دلوقتي، كتير جدا كنت اقعد مثلا اخلص شوية حاجات شغل مذاكرة انا بعملها، وفي تلخيص انا عايز انقله في كراسة او اعمل حاجة، بس انا مش هقعد اكتبه، يعني انا زهقت خلاص او تعبت ومحتاج انام، اقوم داخل له قلت له يا صالح في ورق كذا كذا انا عايزك تكتبه، انا محدد عليه في الكتاب، او ان انا محدد عليه جزئيات كذا وكذا وكذا. عادي، كان اخويا اللي هو مش هيقول بقى انا فاضي ولا انا ماليش دعوة، لا هو خلاص هو بيبقى فرحان لك، او اللي هو شايفك مندمج، فهو بيبقى عايزين كل اللي حواليك يشاركوا في نجاحك بأي طريقة، عايزين يشاركوا. فكان اخويا يقعد يسهر، ممكن يسهر هو لوحده وانا نايم اصلا، ويقعد يعمل حاجتي. فدي حاجات برضو بتبقى على قد ما هي لمسات خفيفة جدا، الا انها بتفرق مع في نفسيتك وتفرحك. اللي هيقول ان انت تالتة ثانوي وشخص كبير وعاقل، ف مش شرط الكلام ده يبقى صح. اعتقد ان اكتر فترة كانت عاطفية او اللي هي فيها مشاعر برضو كانت فترة تالتة ثانوي، اللي هو انت فعلا نفسيتك بتفرق جدا، يعني نفسيتك بتفرق معاك جدا، اللي هو ايه، آه والله لا انا ما حدش حاسس بيا، ولا امي مثلا بتعمل لي اللي انا عايزه، ولا الدنيا دي حاجات هتضايقك. على عكس ما تلاقي مثلا امك لو حتى هتعمل لك كوبايه نسكافيه او كوبايه حاجه دافيه تشربها، اهتمامه لو بسيط فده بيفرق معاك جدا وفي نفسيتك، ودي حاجه بتفرحك. لما تلاقيك مثلا في صاحب ليك بتتشارك معاه كل اوجاعك وانجازاتك، وان انتوا بتفرحوا لفرح بعض وبتزعلوا لزعل بعض، فدي حاجة برضو بتقويكوا وتخليكوا تقدموا لقدام، اللي هو انت مش عايز تأثر في اي حاجة. فدي دي كلها حاجات، مشاعر متضاربة، حاجات متضاربة في بعضها، دي بخلاص التالتة ثانوي. بجد فترة شهر واحد انا فاكرها فعلا، هي فترة يا رب تعدي عليكم بخير، هي كانت من اصعب الفترات او ارخم الفترات، اللي هو فترة انت بتيجي هتحس فيها بالملل، او اللي هو انا زهقت خلاص كفاية، لا لسه الطريق قدامك، لسه قدامك انجازات، لسه قدامك حاجات عظيمة المفروض ان انت تعملها، فانت ما ينفعش ان انت تقعد تستنى، او اللي هو تقعد تقول خلاص كفاية لحد كده، ما ينفعش الكلام ده معانا. تلاقي نفسك بتبدأ تسترجع طاقتك واحدة واحدة، وشهر واحد خلاص هيخلص وهيعدي على خير، وجمعت بقى خلاص اللي هو أنا لازم أشد الشدة الأخيرة، وهتيجي في شهر 2 وبداية شهر 3، خلاص هتلاقي عندك قوة مسؤولية وقوة الإرادة اتولدت جواك، واللي هو خلاص أنا لازم أعمل أجيب آخري، يعني
يعني اللي هو انا مش هسيب اي فرصة ان انا وقت ما اخرج من الامتحانات، الفترة ما بين ما انا خلصت الامتحان ومستني النتيجة تظهر، انا في الفترة دي مش ندمان على اي حاجة انا عملتها اطلاقا، اللي هو يا رب انا عملت اخري خلاص، انا ما عنديش اكتر من كده اعمله، وانا راضي عن نفسي وعن اللي انا عملته. فده كله هيجيلك من دافع الارادة والمسؤولية، بس هما دول لو اتولدوا عندك انت هتلاقي نفسك ان انت بتنجز. انا مش جاي اكلمك دلوقتي على طريقة مذاكرة، انت خلاص عدى يا حبيبي اكتر من 5 شهور او 6 شهور في الثانوية، لو انت مش عارف ان انت بتذاكر ازاي فدي مشكلة انت محتاج تقف فيها اصلا مع نفسك. يعني انت بقالك 11 سنة قبل تالتة ثانوي في نظام التعليم، مش هنقول كلهم يعني، قول مثلا اعدادي وثانوي، اكيد عارف بتذاكر ازاي، اكيد عارف المناهج. هتقول المنهج تقيل، لا هو مش تقيل، هو انت ممكن علشان اتخضيت بالكمية، لكن غيرك عدى. دايما بص لحتة ان انا اللي عدوا دول مش احسن مني في حاجة، ما كانوش مثلا ابطال او اي كلام من الحاجات دي، هما مجرد بشر زيهم زيك، قابلوا نفس الصعاب وعدوها. ليه؟ لانهم عايزين يحققوا النجاح، فانت ده برضو هتعمل نفس الشيء ده. مش هقولك انت هتذاكر ازاي، انت المفروض عارف، انت اصلا عارف انت بتذاكر ازاي، وعارف الاوقات اللي انت المفروض بتصحى فيها وتنام فيها، كل واحد ونظامه. في ناس تحب تذاكر بالليل، ناس تحب تذاكر الصبح، ناس تحب تقرأ وتذاكر نظري اكتر ما بتحل عملي، ماشي؟ فدي حاجات متفاوتة ما بين كل واحد والتاني، فانا مش جاي اقولك ده، انت اكيد عارفه، تمام؟ انت بس محتاج دافع الارادة ودافع المسؤولية، واللي هو عدم الملل، اللي هو خلاص بقى، خلاص فاضل شهر 2 3 4 5 و6 بيبقى مراجعة مش هتلحق فيه، فاللي هو انت قدامك 4 شهور، 4 شهور انت لو هتبدأ من دلوقتي هتوصل بإذن الله، هتوصل، بس اللي هو هات اخرك، اعمل كل اللي عليك وان شاء الله هتنجح. عايز اقول لكم حاجة كمان مهمة، اللي هو اعمل اللي عليك فعلا، واللي هو ايه، ما تستصعبش حاجة، يعني مفيش حاجة صعبة خالص، اعمل كل اللي في مقدورك بجد. يعني انا كواحد من الناس، محمد زغلول قدامكم دلوقتي، كنت بقول يعني اللي وصل مش احسن مني، واللي عمله اكيد يعني انا هعمل زيه واكتر منه كمان، وربنا هيكافئني، ودايما عندي ثقة في ربنا ان هو مش هيضيع تعبي وهيكافئني عليه. وبالفعل فرحة يوم النتيجة دي حاجة فعلا مش طبيعية، دي حاجة جميلة جدا. اللي فرحني اكتر في الوقت ده اني الاقي نفسي موجود في قائمة الالف الاوائل على الجمهورية، وان انا معايا تنسيق مفتوح اروح احط الملف بتاعي في اي كلية من غير توزيع جغرافي. ده انا دي حاجة تفرحك جدا جدا يعني، فدي لمسات برضو اللي هو بتخليك تنسى كل التعب، تنسى كل حاجة حصلت زعلتك في تالتة ثانوي، انت هتنسى كل ده، اعمل بس اللي عليك وارضي ربنا وارضي نفسك وبس. وبعدها حتى لو لا قدر الله ما حصلش نصيب، وان انت مثلا مش مكتوب لك تدخل كلية، الشعب بتاعنا او بلدنا بيقول عليها كلية قمة، فدي حاجة ما تزعلكش، في النهاية انت خامة نظيفة، عملت كل اللي في مقدورك، وده الأهم، اللي هو انت حسيت بالمسؤولية والإرادة وعملت اللي عليك. فوقتها انت حتى لو دخلت أي كلية، لو خلينا نفترض مثلا انت حتى دخلت معهد أو كلية، يعني مفيش كلية وحشة والله، بس يعني مفيش كلية وحشة إطلاقا، بس ممكن نضرب مثلا بكلية تجارة، حتى لو دخلت كلية تجارة أو كلية آداب أو كلية حقوق، والله دول مش كليات وحشة، كليات عظيمة جدا، بس يعني خلينا نفترض مثلا دخلتهم، برضو انت جواك الخامة والإمكانية ان انت تعمل كل حاجة حلوة، وكل حاجة هتبقى في نظر الناس صعبة هي خلاص بالنسبة لك سهلة، لانك اتعودت على الصعب فبقيت تدوس فيه بكل أريحية. بس كده اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، ان شاء الله ربنا هيوفقكم في سنين الثانوية بتاعتكم وخير ان شاء الله، التفاؤل حلو. كان معاكم محمد زغلول، السلام عليكم. نسيت بقى اقول لكم يا اخواتي ان خلاص بقى هتعدوا السنة على خير ان شاء الله، وهتعدي بحلوها ومرها والله ان شاء الله، ما تقلقوش.
المهم ان شاء الله اللي هيجي منكو ويبقى معايا ان شاء الله في كلية الطب البشري جامعة بنها، فانا قاعد مستنيه بقى يعني ان شاء الله يبقى في سنة تانية في الوقت ده، وهو داخل طالب فرقة اولى. طبعا انت هتدخل يعني الدنيا كبيرة، الدنيا كبيرة، فانت هتبقى محتاج حد يسندك زي ما احنا دلوقتي في سنة اولى. والله ناس كتير بتساعدنا وتسندنا، فاحنا قاعدين مستنيينكو. يشرفني ان انتوا تقولي لي في يوم من الايام احنا شفنا فيديو ليك، او ان احنا مثلا سمعنا ليك حاجة وكانت دفعة امل. دي حاجة تشرفني جدا وتخليني ان انا فرحان جدا. فمستنيكوا بقى مناهج ماشي. اللي فاكرين اتعب في الثانوية عشان هترتاح في كلية، بص اعمل اللي عليك وتعالى، يعني اعمل اللي عليك، خلص كده وتعالى لنا واحنا مستنيينك، وهنوريك كل حاجة حلوة ان شاء الله.